كان أزيد من 300 من أرباب العمل بولاية سكيكدا من الاستفادة من التدابير الجديدة والاستثنائية التي وضعها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والذي يسمح لهؤلاء من تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في المدة التي كانت سارية المفعول وانتهت في 21 من هذا الشهر، حيث استفاد هؤلاء من الإعفاء على الغرامات وزيادات التأخير سواء خلال عملية التصريح بعمالهم أو جدولة ديونهم تجاه الصندوق، وهي أشياء ثمنها ممثلون عن جمعيات المقاولين والمستثمرين. محمد حمد رصد تالي. جاءنا أرباب العمل لسووا وضعيتهم، عندنا أكثر من 300 أرباب العمل سووا وضعيتهم، كاينين اللي داروا انيشيونسي دو بايمون باش يسويوا وضعيتهم فيما يخص الاشتراكات الاساسيه. نتمن هذه الايجابيات باسم الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين، وان شاء الله تكون انطلاقه جديده في هذا الميدان. هذه كانت لقت يعني صدى كبير من طرف المقاولين، وين جاوا وحضروا وسمعوا الانشغالات والطروحات، يعني كانت لهم شرح من طرف المدير، خاصة يعني مدير صندوق اللي هو مشكور على ذلك.